حاجة. طب الأقوى في العالم، أعظم هدية ممكن توصلني من الشمال، وهدية ما يجي بعدها هدية. السلام عليكم شباب وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وبهدية جديدة. اليوم مو بحلقة جديدة، لا، هدية جديدة، وهاي الهدية ما راح يجي بعدها هدية. هاي أعظم هدية والعظمة لله، هاي أعظم هدية ممكن توصلني، والله العظيم ما تتخيلون كمية الفرحة، ما تتخيلون هالسنة ايش قد فرحان، لأن هاي الهدية تمنيتها بيوم وصلتني ثاني يوم. يعني بس قلت هذا الشيء حلو وأتمنى عندي هذا الشيء، ثاني يوم رأسا يرسلونها إلي من الشمال لهنا. شكرا شكرا، كل الشكرا، كلمة شكر قليلة. قبل ما يبلش هذا الفيديو أريدك تحط لايك وتشترك بالقناة وتوجه القناة لأكثر من صديق. إذا دخلنا 1,000,000 وصعد هذا الفيديو 100,000 لايك، وعد وعد راح اطلع السفاح برا البيت وناخذ المغامره هو وروكلوسي، يعني راح يصير فريق واحد. بدل ما كان بس روكلوسي ومكفيات وموفيات، ضفنا الهن سفاح جديد اقوى من عتهن بعد. حط لايك، علق ايش قد ما تقدر على هذا الفيديو، ومشاهده ممتعه. السلام عليكم، الى السيد صبوح او بالاحرى حيدر. حلو، ذاكرين اسماء اثنيناتهم بورقه واحده. طبعا انا اللي ما يعرفني صبوح حيدر صبوخ لقب، حيدر اسمي. السلام عليكم الى السيد صبوخ او بالاحرى حيدر، نحن نقدر المحتوى الذي تقدمه. الدبان هم عليه ما مخلي الدبان، هو كان عليه من على جرح لوسي، فهسه صار علي، هسه انا اخلي الدبان ما يوصل لهم. طبعا هذا مبيد للحشرات. يلا تعال تعال لوسي، وينك؟ تعال 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 لوسي. واعلم بما تقوم بتصويره، والله صحيح. يعني حبي يوضح لي انت تصور هيك وتروح بالخطوره وتروح بالبراري تصور لوحدك، يعني قل لي هسه انت عندك لوسي وروك، نحن نعلم بقوتهم وهنا مكفيات ووفيات، بس مع ذلك احنا بعدنا خايفين عليك. يا بشلون؟ قالوا نخاف عليك يطلع لك ذيب، يخاف عليك يطلع لك خنزير، ولوسي وروك مو قد حطي وجهن الخنازير. فلهذا السبب قررنا ان نرسل اليك كهديه هذا الكلب الشمالي. شوفونا هذا، والنعم والنعم منك. طبعا هذا كلمة شكر قليلة بحقه، لأن من شافاني صورت ويا ذاك الكلب العملاق الهوشاري وصارت نفسي فيه، وقلت لهم أتمنى أن عندي هيك واحد بعد ما أحتاج شيء وأطلع وأنا مأمن على نفسي. فش قال لي؟ قضيت ودزيت لك واحد بعد أفضل من عندي. هذا كلب البجدر يجي بعد أفضل من الهوشاري، يعني من سلالة الكنغال، كنغال التركي، كلب الكنغال العملاق اللي كاتل الثياب وكاتل الخنازير وقاهر كل الحيوانات. كلب الكنغال أسد ثاني، يعني من يمشي وياك أنت أمن على نفسك، أي حيوان بري ما يوصل لك. فهذا هم هيجي، يعني هستانة منه وهيج لازم أرتاح. ولو أنا ارتاحت أول ما شفته ارتاحت، بعد خلص أمنت على نفسي، أنا مأمن على نفسي، أنا شجاع بما فيه الكفاية أطلع من دونهن عادي. بس هم خايفين علي، قالوا إحنا نخاف عليك فدزينا لك هذا، لان انت صورت وقلت اريده. طبعا شوف لوسي شلون تحك بدانها، دانها شويه مو تحكها وتاذيها، فتحك بدانها. وبعدين قالوا شوفوا شوف بالرساله شو يقولون، شلون ان ذاك يطق لوسي واحنا متابعينك ونحب لوسي ونحب لوسي ورو. فلهذا السبب دزينا لك هذا حتى يطيح حظ ذاك. انتم شوفوا شوفوا انت قدها، والله مو بس قدها، يعني هسا اذا اخذ هذا الاصفر اللي عض لوسي وداعتكم وداعت عيونكم، يسوي له ملص ملوصي، يسوي له سفره سفوري، يكضه من هنا يحط رجليه على صدره ويكضه راسه ها ويسوي له. بس احنا نتجنب المشاكل ونقول عيب عيب، ذاك حيوان لا يفتهم، هذا الحيوانات يفتهمن وراعين يفهم من عزن بعد، فاحنا اللي طقنا نروح نطقه ما يصير. بس احنا مع ذلك ما نسكت شوي، ما نسكت، لان لو طاق روك بيها مجال نسكت، ذكر بذكر، بس ذكر يطق انثى وهاي الانثى هي لوسي، يا باطل يا باطل. سفاح جاي تسمع ايش جاي يقول؟ طبعا سفاح ما له خلق هسه، اذهب
اذهب الى الجحيم، اذهب الى النوم. طبعا من خلال هذا الفيديو نحب نشكر حضرة السيد محمد، شكرا شكرا لك، شكرا. وكلمة شكر قلت لك والله قليلة بحقه، لان هيك سلالة ما تتحصل هنا عندنا بالجنوب، لا بصرة لا عمارة لا بغداد لا هناك، بس بالشمال يستوردونه من تركيا، يعني من المحافظات الشمالية. وانت دزيت هنا للبصرة، لان انا صارت نفسي فيه، ومن صورت بواحد نفسي قلت لهم اتمنى ان عندي هيك واحد، فقضيت دزيت لي انت هذه. قلت لك كلمة شكر قليلة بحقك، وان شاء الله اول ما تجيب لوسي تاخذ اثنين وتاخذ اياها عيوني والله العظيم. نحاول الرفعة، بدي ارفعه واشوف طوله. تعال سفاح سفاح، يلا انا ما اريد اجره ولا اريد اتعامل وياه بعدوانيه حتى اكسبه، دائما احب اسايسه، هسه من البارحه لليوم انا اسايس بيه. يلا تعال شويه، هذا من يسوي له هيك شيء؟ هناك عندهم بالشمال يتعاملون وياه بالصياح وهالشيء، ليش من يركض على شيء؟ يحفزونه يخلونه ينطلق. خليها رفعة اجرب. ما شاء الله. لا لوسي عيب، يعني مو شوية، يعني شوفوا يعني حجمه ما يتقارن بحجم لا لوسي ولا روك ولا هاي، مقابل حجمه هنا يضيع عن وياه. يعني شوف هسه لوسي، تعال لوسي هنا، تعال لوسي هسه انا ارفعكم لوسي، شوف لوسي وشوفوا هو ما شاء الله. شوف هنا أنا محمد يقول لي انت اختار له اسم وبالعافية عليك، يعني يقول لي كل اللي عليك انه تختار له اسم، اختار له اسم، احنا ليش لا. انا البارحة اول ما جبته صورته لكم، اول ما جبته ودخلته للبيت وعرفته على لوسي، وبعدين عرفته على ريفة، وبعدين عرفته على روك المصيبة الكبرى. يعني من هسه من راح يطلع المقطع شلون تعرفون هو وروك وهو لوسي، راح تتعجبون تقول شلون ما تعاركن، بس هو وروك شوية ضاربن. فاحنا راح نختار له اسم من خلال هذا الفيديو. انا ببالي اسم، لان هو شويه شرس وعنيد وعدواني، فنقول نسميه السفاح. سفاح حتى يفسح، لا يفسح لو يسفح، يسفح بيهم السفاح. انا ببالي السفاح كلش حلو، وانتو اختاروا لي اهم اسم بالتعليقات، اريد اسم يكون يلوق بشخصيتي، مثل اسم روك. شلون جبت انا اسم روك يلوق بشخصيته؟ روك اسم على مسمى، روك ما خلى واحد ما راح ادخل على التعليقات واختار لي اسم من التعليقات، وشرط اللي اشوفه كاتب لي اسم وعجبني والله العظيم لاضيفه انستغرام، وراح انشره ستوري شلون كاتب الاسم وشكره، واقول له هذا الاسم كلش حلو عجبني راح نسميه له، بس شرط الاسم يكون يليق بشخصيته، الاسم يكون يليق بشراسته، والاسم يكون يليق بجماله، ثلاثه من هذول الموجودات بي. بس انا احب الاسم اللي يعطيه شخصيه، اللي يطيح حقه، الاسم يطيح حقه. هسه مثلا انا من انا اجيت واختاريت اسم السفاح، شوي لان شفته حلو وشخصيته وجسم وشرس سميته السفاح، بس انتم يمكن بعد عندكم اسماء احلى، فاللي اريده من عندكم كل واحد يكتب له اسم يكون على ذوقه، اسم هيك يكون يليق بي، يليق بالسفاح، ويمكن اذا عجبني الاسم راح اغير اسم السفاح، بس انا السفاح عاجبني. مع ذلك راح اطلع على التعليقات واشوف اسم. تعالوا شو وين راح تشاوي؟ تعينا سيد 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 جود بوي، سلام هل 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 نعم انجمع الذكاء والقوة انجمع. وهسه خلي بلش الفيديو. البارحة أول ما رحنا جبناه وجينا الساعة 12، وبدنا نعرفه على لوسي، والنوب عرفناه على ريفة، والنوب عرفناه على روك المصيبة الكبرى، وراح تشوفون عجائب شلون تعرفون هو وروك، وراح تشوفون روك ايش سوى. ما أريد أحرق عليكم بالفيديو، حطوا لايك، واللي ما مشترك يشترك بالقناة. قبل ما نبلش بهذا الفيديو اريد استشيركم بشيء، شعري ما عاجبني هالفترة، اريد ازينه يعني كلش، وقلت ليش اروح استشير غير واحد؟ عندي متابعين وعندي جمهور وعندي اصدقاء وعندي محبين، احبهم ويحبوني، فانا استشيركم، انتم كتبوا لي لو ازينه لو اخلي، بس اذا ازينه راح اخليه هالطولاتي. انا ادري براسي راح يطلع كنا بيضه مالنا عامه، بس شو اسوي؟ الشعر ما يراد بالصيف. عبزوني
راح نبدل السلسلة ما ترين هذا الخيط ما يجي وياه لأن ما شاء الله ما شفتوه شلون جراني. تنا ها؟ لا نفتح هذا الرين هذا. تنا من نبتين دي صح. هسه ربطته حتى النوبه طلع له لوسي وريفه يتعرف عليهن لان هيش نوع صعب التعامل وياهن. احنا شويه شويه بالتدريج راح نخليه يتعرف على لوسي ومن بعدها ريفه ومن بعدها تعرف الكبير هو اوروك ونأمل ونقول يا الله كل ما يتعاركن ويظلن مصافيات قلب على قلب لان راح تشوفون بالتصوير هواي من جماعات. فهسه تعال خلينا نطلع لوسي بالاول ونشوف شنو ردة فعلهن. راح نحاول نتجنب لوسي لان لوسي شويه متاذيه من ذاك اللي قتلها. انا ما جبت هذا بس حقدا بذاك. ذاك لازم نرد الثار، لا تروالكم نسيت انا وتروالكم بردت، شو تعرفونه نسكت؟ لا ما نسكت ندقهم. طبعا شويه ابوي من شاف ذاك الفيديو وشلون لوسي على الضوء هنا شويه انقهر ويحب يسمعكم كلام. يا متابعين لو عارف ابي هذا البيت تشوفونه بنيت بدم قلبي ما اخلي ثار لوسي يروح. ثار لوسي يا متابعين لا تصدقون ثار لوسي يروح. واخذ فيديو واروح له. بلا شلون يتعدى على لوسي. وناخذ لوسي هم يعني. لحد ما يبرد قلبه. حتى هيك ولا بسورت وقعته فوق. ما ابغى اخليه شال خشلخ. عفيف جندوخ. اريدك تبيض الوجه. بس مو ويا روك ابوي. لا ويا روك شوي راح نخليني واحد يتجنب الثاني. هنا راح يصير صحبان بعد. راح يصير صحبان من هاللحظة. خلينا نجيب لوسي تاخرنا عليكم. يلا مشكله هذا روك يريد يطلع فانا لازم اربط روك جوا واخذ بس لوسي لان ما امن خاف انه بطلع لوسي وروك يجي وراها اثنين بلحظه واحده صعبه. خلينا نربط روك. روك يبغى اقول لك انا يرطب. هاي لوسي وبدا السفاح بدا السفاح يتعرف. عيب 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 لوسي عيب 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 لوسي وين راح شاري؟ عيب نحاول شوي نعرفه. عيب لوسي لا يتلبس لا يتلبس لا لو شوي ارتاح لوسي. عيب لوسي عيب لا عيب سفاح اهدى عيب عيب يا تعال لوسي شوية صعب تعرف ان ما ريدة يهزم هاري شوية شمري حتي بس نقدر نقول شوي الاوضاع استغرت نقدر نعوف لوسي. لوسي عيب تعي هنا لوسي عيب تعي هنا لا اقدرك الضايق ترى ما تقدر عيب لوسي لا شوي استغر وياها شوي لا تخافون هدا لوسي هدا عيب لوسي ويا ما احكي انا نا تعي هنا ما حاكي نا تعي عيب ما حاكي اصلا بعد ما يحاكي شويه ها استغر من الاوضاع استغر لا تعود على لوسي هسه شوي هو خدها على لوسي سفاح لا شويه سفاح زين تا لا ما في عودة علي مشكله هسه لحد الان احنا اذا هيك استقبل لوسي بهيك اول بدايته شلون راح يستقبل روك احنا ما نخلي هدا لو ضاع هدا لو ضاع لا تخاف لا ابويا نتي شويه لو انت هو ما يحاكيها واستقر من الاوضاع بس هنا هسه لوسي لا لك السلسلة ضبط على يدي شنو هاي لوسي لا عيب شنو هاي لوسي لا مو هنا فرزتي هنا فرزتي والله صارت وراها هيك هي حطت وجهها بوجهي عيب لوسي عيب بعد لا شوي شوف والله ما حاجة هنحاول نعرفهم هسه شوي
عيب نحاول نعطي شويه اكل. تعال تعال عبالة ماي معدلة ماي شو هسه نقطة ضعفة من الماي فاطني الماي. تعال 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 عيب ستوب كده كده تا تا خليك خليك هنا على المقعد يلا شويه استقبل ريفه هو حتى ما حاشا من يسمع صوت روك جاي يتنفرز لا عيب تا 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 تعال احنا ما نقدر نطلع روك وناخذه حتى يتعرف عليه. تعرفون بدايه تعارف وهذاك كلش عدواني وما نقدر نطلع روك همين. روك عنيد روك مال ينكتل ينكتل يمكن لين عنيد. المهم يا شباب ويا بنات راح نخليهن يتعارفن اول مره من برا الشرق. يعني روك من ديك الجهه والسفاح من هاي الجهه. احنا لحد الان ما لاقي له اسم فنسميه سفاح. نخله من هاي الجهه وروك من ديك الجهه وراح نسد الباب نشوف شنو رده فعلهن شويه لحد ما يتعرفن واحد يشوف الثاني انه بعدين نجمعهم سوا مثل ما نجمع هو ولوسي وهو وريفه. شويه هو ارتاح الريفه وارتاح اللوسي همينه بس روك بعده. روك لحد الان ما شايف روك هو ولا روك شايفه هسه راح يشوفه. تعال روك تعال تعال عيب عيب عيب. طبعا روك جاي يشم ريحته شوف جاي يشم ريحته يريد يروح. عيب روك اقعد اقعد روك. فانا لازم اكض الماي لازم اكض الماي حتى لان هو عنده خوف من الماي شوي. عيب عيب ست ستوب. انا لازم اضل كاض الماي وهيك بيناتهن واقف حتى ما يطلع عن صوت شويه. عيب روك عيب. انا لازم اضل كاض الماي عليه لان كل شويه خوفه بالماي. اهدي شويه اهدي تعال جيبه خليه. عيب روك عيب اقعد روك جيبه جيبه خليه يتفرج جيبه جيبه شويه هو يوخر يتجنب روك يتجنبه. والله احسه هو خايف من روك احسه خايف من روك. تعال 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 سفاح. عيب روك عيب بيناتنا لحد الان روك لا لا عيب اقعد هو جاء جاء شوفه عيب عيب. انا هديهم بالماء شوي شوي حد ما يتعرفن. طبعا روك لحد الان كاظه بس الشرك. روك لو ما الشرك لا يتعاركن. العب بس شوي بس شوي عيب بس عيب. ويكون كل ما اريد يتواجهن انا انقح الماء اخوفن اقلن كون اقلن هذا الشيء غلط. انت اثنيناتشن صحبان شوف روك روك انقعه منه. روك ايش قد يضوج من الماء هسه ضليت انقعه منه ويرجع منه بس يريد يعارك. بعد ايش قال قلبك ميت انت شنو انت؟ لان حجمه حجمه اكبر من روك وضروسه نيابه هم اكبر من روك ورجليه اكبر من روك. يعني ضربه زقيره على روك تاذيه بس روك هم ما قاص الروك بس ستوب. طبعا انتم سامعين هذا اللي هاي طب مكانه هسه هذا اللي هاي طب مكانه مبتعد وينبح. نحاول شوي نعرفهم لان هناك ما رهمن شويه خليه تعرفه هنا. عيب عيب كش عيب كش عيب اقعد اقعد عيب روك وين راح شاني؟ اقعد روك هسه هو ما يريد يعارك روك بس روك لا عيسى سير قدامي هناك انكتب ماي عيسى انكتب ماي على روك جيب لنا ماي ماي عيسى ماي على وجه روك شويه جيب جيب ماي كلش ما يريد شوف والله ما يريد يشتبه فيه روك. اي هناك عيسى هناك سير هناك سير عيسى هناك سير. عيب جيب عليه ماي عيسى جيب على روك. عيب اقعد روك اقعد عيب عيب روك عيب. هذا مشكله هذا بس يريد يعارك. انا خاف من الماي يخاف اثنيناتهم يخافون من الماي. فادي 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 هسه وين فادي لان روك راح يتاذي اذا دخل في هيك شباك. روك قلبه ميت ما عليه ما يخاف
ما يخاف بس يتأذي، هذاك يأذي. عيب روك عيب، شو اسمنا ذبان عليها ما عيب. إيش يلا قاعد عيب إيش يخاف أنا أسمع من ماي جنبا ما حد جنب الثاني. عيب روك عيب إيش عيب قاعد عيب. كون كل ما يطلع صوت وريد يعارك انا ذب عليه وين حتى كله هذا الشيء غلط. شوف هسروك عنده الطلعة اهم من اللقاء بعد صوت. شوفوا بس يريد يطلع هسروك يريد يطلع هسروك يريد يطلع. احنا مشكلة هاي الخيوط نحطها انهي المستعارات يعني ما اليوم يومين هنعتهم طوق وعتهم سلاسل كلش مرتبة، بس هاي الخيوط حطيتها حتى اقدر اسيطر عليها لان السلسلة صغيرة، سلسلة مال كشخة مو مال واحد راح يعارك تكضة. يلا 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 تعال ارجع 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 شوف صاحبك السفارة تعال ارجع شوف بس اتعرفن لا عيب روك عيب روك. لما نشم شويه بديلي واحد يشم بديل الثاني لازم اذا ما تصير بيناتهم طقتين مواجهتين ما راح يتعلم منه ما راح يصير انا اصدقاء. بس احنا نريد مواجهه ما نريد بيها مشاكل. انت عضه صغيره وانت لا تلطش. يلا تعال واحد يشم الثاني اخوان يلا اخوان طلع سين برا. هذا بس يريد يطلع شوفوا الاغلوق شوفوا الاغلوق هذا الاغلوق راح تتعود علينا ونتعود عليك لو هيك تظل انت هيك ارعن راح يصير هم تظلل عنا بس روك هسه روك شويه هدي روك هدي من قلت له هذا الشيء عيب تعال روك هنا تعال شوف نقرب يا تعال روك روك يريد يقول لي لازم اعرف ها شنو سالفتي من يصفن بوجه روك يجي يعرف شنو سالفتي ليش دخل البيت بيا حجي روك يعرف ان اي واحد يدخل البيت لازم ينكتل عيب شوفوا هسه هذا لازم انا اقول عيب روك تعال عيب لازم انا اضل كاظ الماي لان مساء شفتوا متواجهن بس دبت عين شويه وما يفتكن يخاف انا من الماي اثنيناتنا نخاف من الماي مرت ليلة كاملة على السفاح وهو موجود هنا بدون مشاكل بدون صياح بدون صراع بدون أي شيء يعني نقدر نقول استغرينا. بس خلنا نطلعهن شوي. أنا طلعت روك الصبح أول ما أجي طلعت روك خليته حطيته بالحمام. تعال 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 سفاح 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 تفاح حبك مانجو تفاح حبك ماسك السلاح تعال
يا تعال سفاح، تعال هنا سفاح، تعال هنا سفاح. هيا يلا. اهلا 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 سفاح. اهلا. لا قلت سفاح انا مو له شيء. لو لو اني روك حبسته بالحمام اول ما طلع السفاح، حتى ما يصير بيناتهم شجارات، لان انتم تعرفون روك وتعرفون هذا بعد ارعن من روك. طبعا شوفوا فرق الحجم. لوسي بالله نامي. لوسي لوسي نامي. بشرفك لوسي نامي. ايش بيت خبرت علي هاي؟ وهسه بعد ما سبحته ودخلته داخل النوبه اروح اطلع روك من الحمام واجيبه هنا اخليه. هسه انا ما حاجه روك لا اكضه ولا هاي، مجرد ما افتح له الباب هو راح يروح من ذاته، راح يروح من ذاته. تعال تعال يلا تعال روك، تعال هنا تعال روك. روك يلا يلا تعال. راح يروح من ذاته روك. بس روك بس بس داير راسه داير راسه من روك. بس بس يلا بس يلا. عيب مشكلة مشكلة. هذاك شرس وهذا عنيد. لا لا بس يلا بس بس ستوب. لوسي عيب عيب روك. هسه انا مع كل هاد لازم هم اربط روك، لان ما امن علي روك يطفر مننا. والله ما امن الا يطفر مننا وما حسن الا تعاركن وقبن والنوب. تعال جيب لي فكهن. فانا خلي اربط روك هميني، اجيب الحبل ماله واخله برقبته. تعال هسه تمام. يلا هسه روح براحتك. يلا روح عارك. يلا تعال روح عارك. روح هسه بعد ما يوصل هذا حدي. بس بس ستوب عب. هاي ذا يظلن هيك شي ويتشجعن، يظلن واحد ما يقبل الثاني. بس كل ما يسوون هيك شي تكون انت تدب عليهن ماي، تقولن عيب، تحاول تقولن هذا الشي غلط. انتن اصدقاء، انتن تيم واحد. عيب. طبعا تدرون انتم روك لو بحجم هذا يكض هذا يفص مفصل. عيب عيب. بس بس روك بس روك ويا من حجانه. عيب عيب روك عيب. يلا 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 جوا. طبعا روك قلبه ميت. روك لو بس عنده ضخامه مثل هذا والله العظيم ماكو شيء يوقف قدام روك، لان قلبه ميت وما يخاف من شيء. طبعا الجو مغيم وبدها تتغطر من هسه، يعني بيها مطره. فانا المفروض راح اسوي لهم بيت من هسه. هن عدن بيت بس اريد اسوي لهم بعد بيت ثاني حتى يلتجن علي اذا ذاك البيت دخل بي ما يجن البيت الثاني، لان ضيف علي انا وتو جاي من الشمال وطب لجواء البصره وشاف شني بجواء البصره، فما اريد يقول ما داروني او ما اريد يقول هملوني، فاريد يقول دللوني. ولهنا انا محب نختم الفيديو مال اليوم، وانتظرونا في فيديو قادم. ان شاء الله الفيديو القادم راح يكون امتع من هذا الفيديو بعد، والله العظيم لأدللكم دلال الله خليكم تشوفون السعادة بمعنى الكلمة. وانتم لقبتون بهذا الاسم صلبوخ السعادة وراح يبقى السعادة، فدائما خلوا تفاعلكم قوي وما اريد يبرد حتى احنا ما نبرد، وحتى لو انتم بردتوا انا ما راح ابرد، انا راح اصير احسن من عندكم. فخليكم احسن من عندي، والفيديو اللي اطلب من عندكم توصلونه 100,000 لايك وصلوه 100,000 لايك. القناة تدخل مليون تدخل مليون، لو بعد سنين تدخل مليون خد تدخل مليون. انا القناة ما تهمني، تهمني محبتكم قسما بالله. انتم هيش ناس بسرعة حبيتوني بوقت قصير، اريد امتعكم الوقت طويل. وهسه اريدك تحط لايك لهذا الفيديو وتعلق ايش قد ما تقدر، وهذا حسابي على انستغرام، تابعني وراسلني راح ارد عليك اول ثواني، لان شروط المسابقه راح تكون بالانستغرام، يعني انا اختار من الانستغرام، راح انشر لكم الشروط بالانستغرام وانتم تطبقون الشروط واني اختار من اللي طبقوا، فراسلني انستغرام راح اجاوبك اول ثواني وراح تنضم للمسابقه،
ولهنا احب اقول لك باي يا عزيزي المشاهد، واتمنى استمتعت بمشاهد هذا الفيديو. باي اهل بلازما، اموت عليكم اهل الموبايل، اهل كل شيء، اهل كل شيء انتم. يعني ما اريد احدد بعد، بس اهل بلازما لهم معزه خاصه. العوائل اللي تشاهدني فيديو اروح لكم مشاهده ممتعه وعوافي على هاي السفره. ادري بك انت ما تدري الاكل وهاي جاي تشاهدني. باي.